جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: وجهونا فضيلة الشيخ عن التعامل بالربا، ذلك أن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، ثم إن بعض الناس قد تعامل بالربا لكنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قالوا له توبة، والبعض الآخر قالوا ليس له توبة. كيف يكون التوجيه حينئذ جزاكم الله خيرا؟ الربا حرام بنص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع أهل العلم، وهو من أخبث المكاسب. قد توعد الله عليه بالوعيد الشديد في آيات من كتابه، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فالربا حرام وخبيث وكسب ممحوق البركة، ولا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا. ومن وقع في التعامل بالربا فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يصدق التوبة في ذلك، ومن تاب تاب الله عليه. فهؤلاء الذين يقولون إنه لا توبة له، هؤلاء مخطئون. الله جل وعلا يقبل التوبة من جميع الذنوب، حتى من الكفر والشرك يقبل الله توبة التائبين، و منهم آكل الربا. ولهذا يقول جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. نعم.